أعزائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم لكم برنامج رحلة البحث عن الله، عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كارديك. النهارده يمكن عندنا واحدة من أهم المحاضرات اللي لازم حضرتك تشوفها بالكامل رغم طول المحاضرة، لأن دي يمكن هتجاوب على آسف أسئلة العلماء، إزاي بدأت الخلية الأولى وإزاي في التصميمات دي كلها اللي موجودة فقط على كوكب الأرض، لأن في ديزاين آخر على كواكب أخرى، كائنات إحنا عمرنا ما شفناها عمرنا ما سمعنا عنها، وأكيد في المستقبل ممكن تظهر كائنات أخرى على الأرض لا لم تكن موجودة من قبل، دي وظائف والأشياء كتير. الدكتور مايكل نيوتن عن طريق بحثه لناس كتير جدا جدا في تنشيط الذاكرة اللي عندهم ذاكرة اللاوعي اللي احنا بنسميها لاوعي، لكن هي ليست لاوعي على فكرة، الترجمة دي خطأ، يعني ممكن نسميها ما تحت الوعي او الوعي اللي هو المخبأ، يعني سب كونشس، في كونشس اللي هو العقل الواعي، واخد بالك لما بتعمل حاجه بكونشس ضميرك بيبقى مستيقظ صاحي واعي، عقلك واعي، وفي جزء تاني متخزن في الروح اكتر من دماغك يعني، وهو اللي احنا بنسميه السب كونشس. حتى علماء النفس بيعرفوا ان في سب كونشس، لكن بيفكروا ان هو متخزن في دماغ الانسان، في راس الانسان، اوكي. لكن لما تعمل اكسس، لما تدخل على المعلومات المخزنه في هذا الجزء من ليس العقل البشري اللي هو فيزيك يعني المادي اللي موجود في الرأس، ولكنه بيبتدي يعمل اكسس لعقل الروح. ده يمكن اللي خلى العلماء يندهشوا جدا جدا، وخاصة العالم بيؤمن بالمادة، بالعالم المادي والواقع المادي، ان كل الافكار بتنبع من هذه الرأس، من الدماغ اللي موجودة دي، والمعلومات بتتخزن في مكان معين، وبعدين نعمل لها اكسس ونفتكر احنا ساكنين فين واحنا درسنا ايه. المعلومات دي ما بتنتهيش يعني، لان بيقولوا ان في كل 7 سنوات بتتجدد كل الخلايا، الجسد بما فيها خلايا المخ، فبناء عليه لو بتتجدد دي زي ما بتشير شريط قديم بتحط شريط جديد، ممكن يحصل فقد للذاكرة، فتبقى دي مشكلة كبيرة جدا جدا. فالنهاردة نشوف الإجابة كيف يتم خلق عالم جديد، وهل هناك أرواح عندها الخبرة ان هي ممكن تعمل التصميمات الجديدة دي للكائنات اللي موجودة؟ هل هناك ارواح بتساهم مثلا في تهيئة الظروف والجو المناسب للنباتات والحيوان ممكن تحيا في هذا الكوكب؟ واخد بالك؟ لان الناس بحسب النظرية مثلا اليهودية بيقول ان الكون بالنسبه لهم، الكون بالنسبه لهم كان مجرد ارض والشمس وقمر وانتهى الموضوع بالنسبه له، ولذلك يقول لك اللي هو بيشوفوا الغلاف الجوي ده بيقول لك دي السماء والنجوم دي اشياء انوار يعني ليست ذات اهميه كبرى بالنسبة لهم. ما نقدرش احنا نلوم الفكر ده، ليه؟ ان ده فكر من 4-5 آلاف سنة، واخد بالك، وكان سائد بين الناس. فالفكرة بتاعتهم ان تم خلق كل شيء في 7 ايام، والـ7 ايام من الاسبوع،
وكان صباح اليوم الأول ومساء اليوم الأول، وصباح اليوم الثاني ومساء اليوم الثاني. عشان تعرف لازم تدخل وتقرأ سفر التكوين، وده موجود على الإنترنت مجانا. في بالك اكتب سفر التكوين الكتاب المقدس، وانت تدخل وتقرأ السفر التكوين حتى علشان تفهم القرآن. لازم تدخل على سفر التكوين نقرأ زي ما يكون كتاب عادي بالنسبة لك، مش لازم تؤمن بكل كلمة جيت فيه. اوكي، دي نظرية. لكن النظرية بقى ان في كائنات بتشترك في تكوين الكواكب الجديدة، ده اللي احنا هنشوفه النهاردة. زي ما يكون الخالق عز وجل بياخد كتلة من النار، كتلة من الشمس، واخد بالك، بهذه النار المتقدة دي والتفاعلات الكيماوية والحاجات دي كلها، ويعطيها إلى اللي هم السادة المصممين دول، ويبتدي يشتغل عليها مليارات السنين. يعني ما نشوف العلم بتاعنا اكتشف 4.6 بليون سنة تاريخ الأرض. طبعا في الأول خالص كانت مجرد مواد ملتهبة، واخد بالك، مواد ملتهبة وانفجارات، لأن خارجة من الشمس اللي احنا شايفينها دي، واخد بالك. وكذلك الكواكب الأخرى التابعة لي دي، في لازم تكون في أرواح عندها خبرة كبيرة جدا جدا عشان تحتاني بهذا التكوين والتبريد، واخد بالك، بأديان بكتل من الثلج ودمجها في الأرض، إيجاد البحار، المياه العذبة، كل الإعداد ده لا يتم في 7 أيام ولا يوم ولا 2 ولا 3. أو حتى في ناس يقول لك لا بل يوم 50 سنة، يعني 350,000 سنة. خطأ ده، خد بالك، الكوكب الأرض زي ما تم اكتشافه 4.6 يمكن يجد ان هو اكتر من 5 مليار سنة، 5 بليون سنة، واخد بالك، او 6 أو 7 بليون سنة. لسه العلم الى الان وصل الى التقدير ده، لكن اعتقد بعد كده هيختلف التقدير. اوكي، حتى تقدير البيج بانج و13.8 ابتدى بالتلسكوب الجديد، الرقم ده غير دقيق، يعني في بعض المجرات بتبعد عننا 18 بليون و500 مليون سنة. اوكي، ولذلك الكون اوسع بكتير جدا مما يعتقد الانسان الارضي. اوكي، فندخل نشوف الدكتور مايكل نيوتن وازاي هيوصف دول وهيجاوب على الاسئلة اللي احنا بنحاول نعرفها في العلم، والعلم لا يأخذ في اعتباره وجود عالم الروح وجود أشياء كده. أنا هرجع لأن أنا كنت بنقرأ دلوقتي، طبعا أسياد التصميم ده العنوان احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم فيه تخصصات الأرواح. لاحظ ان انت حضرتك في يوم من الأيام ممكن تصبح من أحد المهندسين الكونيين دول. إيه 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 قبل ما حد يتعصب، يعني لا أحد هيخلق روح، بيخلق الروح دي الخالق عز وجل، بتخرج منه شخصيا كده، لكن ممكن يعهدها إليك عشان تعتني بيها كما يعهد بالطفل الأم والأب أن يعتنوا بيه. أوكي، بالظبط كده. مش معنى ذلك الأم والأب لما أصبح الشخص كبير وراجل وست أنهم خلقوا هذا الشخص، لكن خدوا كل شيء جاهز، واخد بالك، واعتنوا به. فكل اللي بيحصل مع الارواح اللي هي العليا دي، الاسياد، اسياد او سادة التصميم، هم ارواح عندها خبرة. تخيل المنظر، اتولدوا قبل كوكب الارض، كانوا موجودين قبل كوكب الارض. تعرف ليه الصوت ده؟ اسف، لازم اوقف الصوت ده. اوكي اسف. كان عندي فيديو مفتوح هيبدا دلوقتي، فحصلت المشكله دي.
فنقرا مع بعض، لان قبل ما حد يتكلم يقول لك طب ازاي الناس بتخلق وارواح بتخلق، طب ربنا فين؟ الخالق عز وجل هو المسيطر على كل شيء وبيعطينا مهمات. انت عندك مهمه تعتني بكوكب الارض وخلق التضاريس والجو المناسب والغلاف الجوي والسمك بتاعه والقمر ووظيفة القمر والبعد عن كوكب الأرض بـ400 ألف كيلومتر، بعد الشمس، كل ده بيتحكموا فيه، كل ده بيتحكموا فيه. الخلق ما هواش كده إيه، خلي بس ايه تدور وهي هتبرد باذن الله ويوم في الايام هيحصل حياه، لا، في تدخل. لو ما فيش تدخل كان هيفضل ايه مجرد مواد بتطير في الفضاء وخلاص يعني. لكن اللي بيأثر على الكواكب بيأثر على صناعه كل شيء وايجاد سبل الحياه، من سبل الحياه الاكسجين وكل الحاجات دي، ودي بتنفس ده وده بتنفس ده، والكائنات والتصميم، وبعدين يبتدي بالمزروعات وكده، وبعدين تأتي الحيوانات وهكذا. لو في حيوان هيعوق تقدم الأرض زي مثلا الديناصورات يتشال، وبعدين يبتدي تنزل بقى ايه كائنات تتأقلم مع الجو الجديد بحيث ان هي ايه تساهم في ده. لو احنا كنا عايشين في عصر الديناصورات كان اكيد هنروح نتخلص منهم، ممكن يخشوا على مدينة يخربوها وهكذا يعني. أوكي، في تدخل من عالم الروح، ونشوف مع بعض دلوقتي وانت تحكم من نفسك تقول هل ده معقول او غير معقول او ده كلام واحد بيشطح. المهم ان احنا ندرس ونشوف يعني. انت بقى تحكم بعقلك يعني، لا ألزمك بالموجودة. انا مقتنع بيه، هل انت هتقتنع؟ دي مشكلة كل ايه كل شخص. اوكي، بس ما تتعصبش، اهدى وادرس كل شيء ايه بمنتهى الهدوء. ولذلك بقول لك ايه، المحاضره دي خطيره، وانا بتكلم كده علشان ايه، اديت كل المقدمه دي عشان ما تعملكش مشاكل ومقارنه بالدين والحاجات دي كلها. في الوقت الذي يعد فيه هذا التخصص اللي هو اسياد التصميم متعدد الأوجه هو الآخر، أرى شخصيا، مارك نيوتن بيقول أرى شخصيا أنه يمثل قسمين فرعيين مهمين للأرواح. البيئة الجغرافية الفيزيائية تضم متخصصين هيكليين، تضم متخصصين هيكليين. البيئة الجغرافية الفيزيائية المادية بالإضافة إلى أولئك الذين اسمع دي يخلقون الكائنات الحية داخل هذه الأمكنة. شوف التخصصين هو ناس بتعتني بالمادة بتكوين كوكب زي كوكب الأرض في تريليونات الكواكب، وإنت هيجي لك الدور بالخبرة بالعلم التقدم اللي انت هتصل اليه كمان مثلا مليون سنة، وانت سيعهد اليك مع مجموعة كبيرة انك تصل في كوكب حديث وتبتدي عملية التبريد وتكوين الطبيعة والمية العذبة والمية المالحة والشواطئ والعمق المناسب وغواف الجوي وارتفاعه والمناسبة وبعدين ايجاد الكائنات والخلايا الاولى. نكمل عشان تقدر تشوفه. وبحسب خبراتي المحدودة، اسمع الحاج ايه نيوتن بيقول ايه، لان فعلا خبرته محدودة وانا خبرتي محدودة، يعني احنا بنتعلم يعني. وبحسب خبراتي المحدودة يعين اسياد التصميم المتدربون للعمل في الكون المادي غالبا في كواكب غير مأهولة لا تزال في مرحلة التبريد بعد تشكلها من النجوم، وتشارك الأرواح المعنية بإنشاء أشكال الحياة أيضا في العوالم التي تتطور فيها حياة جديدة.
زي ما انا كنت بقول، تخيل المنظر ان احنا عندنا امكانيه روحانيه عاليه جدا، وبنقدر وموجود ككوكب الارض ومليء بالكائنات والاحياء والبذور والاشجار والفواكه، وانا ممكن استخدم كوكب الارض ان انا ابتدي انا ما غيرتش التالة دي. مشكلة على فكرة، دقيقة واحدة، الصبر معايا شوية. ايوة لازم اغير رقم الحلقة، هي دي. والله انا مش عارف اقول لك ايه، انا في رقم الحلقة الغلط على فكرة. هكمل تسجيل. انا هي المفروض الحلقة 484 دقيقة واحدة. اوكي، ف فين شغالة ولا؟ ايوه غالبا يعني بنشوف المتدربون دول العمل في الكون المادي غالبا في كواكب غير مأهولة لا تزال في مرحلة التبريد بعد تشكلها من النجوم، وتشارك الأرواح المعنية بإنشاء أشكال الحياة أيضا في العوالم التي تتطور فيها. ولذلك أنا بقول لك إن ممكن في وقت من الأوقات إحنا كأرواح لما نبقى شيء كبير في عالم الأرواح وعندنا الخبرة دي، ممكن إحنا نشارك في استنساخ المواد دي والتأثير على المواد دي، وحتى تصميم كائنات جديدة. عندنا بيبقى في عندنا هذه البكتيريا، والخالق عز وجل بيسمح وبيدينا المواد اللي نشتغل بيها. يعني أنت لما تيجي هنا على الأرض وتصنع موبايل، تصنع سيارة، طيارة، وهكذا، كلها بالمواد اللي هي متاحة لينا، ما بنخترعش كذا. يعني ما حدش يقدر يخترع روح في الكون، الروح بتصدر عن الخالق عز وجل. سوف أبدأ بمراجعة أنشطة الأرواح البناءة التي في طور التدريب، شو بتتدرب في مجال استخدام الطاقة لتصميم الجيولوجيا الكوكبية. تاني، سوف أبدأ بمراجعة أنشطة الأرواح البناءة التي هم في طور التدريب في مجال استخدام الطاقة لتصميم الجيولوجيا الكوكبية، وأنا أعتبرهم مهندسين معماريين عاملي بناء للتضاريس، يعملون على الأجزاء التي تشكل مميزات سطح الكوكب، ويشمل ذلك الجبال والمسطحات المائية والغلاف الجوي والمناخ، غير كده مش هتظهر حياة. وبالرغم من أن المتخصصين في البناء مرتبطون بالأرواح المكرسة لتصميم المناظر الطبيعية، أي كل ما يتعلق بالنباتات والأشجار والكائنات الحية، يبقى هذا العمل منفصلا عن التصميم من ناحية التصنيف. من المرجح أن تبدأ الأرواح الموجهة نحو البناء حرفتها عن طريق بناء أشياء في عالم الروح عرفتها في الحياة على الكوكب، على كوكب آخر. لأن الأرض لو أنت افترضت بيديلك بقى وجهة نظرك، إحنا الموجودين على الأرض عارفين كل الأشياء دي اللي حوالينا، عارفين الغابات والفواكه والبوالح وأعماق البحار والأسماك، عندنا الخبرة دي اوريدي، احنا عايشين وعارفين كل الكلام ده اللي احنا بنشوفه. لو انت ابتديت تتدرب بقى تقدر تتغلب على الطاقة اللي موجودة وتبتدي تعمل التحويلات اللازمة. واحد يقول لي طب يا أستاذ مصطفى، اللي بيحصل اني الزلازل بتثور وبتبتدي تخلق الجبال والتضاريس والحاجات دي، دي شيء طبيعي. ومين قال لك ان الارواح لا تؤثر على هذه الاشياء كي تحدث؟ مين قال لك؟ هي طبيعيه من وجهه نظرنا، لكن لا تحدث بطريقه عشوائيه، والا كنت هتلاقي ايه
كل كوكب الأرض ده عبارة عن كراكيب في بعض كده، مش هتقدر تعيش عليه أساسا. هتلاقي درجات حرارة لا تناسب الحياة اللي موجودة حاليا. هتلاقي مثلا، تخيل بدون أكسجين، بدون غلاف جوي، إيه اللي هيحصل؟ لن تظهر حياة على الكوكب. ولذلك العمل، والعمل ليس فقط على تنسيق المجال ده والحفاظ عليه، واخد بالك، والحفاظ عليه. واحنا كبشر لازم نفهم ان احنا لازم نحافظ على العهده اللي اتسلمت لينا كوكب الارض، نتعامل مع بعض بسلام، نبطل نعمل حروب، نحاول ننشئ مراكب جديده، مراكب انا اقصد زي سيارات وكده، بدون ما تعمل التدمير للغلاف الجوي والمصانع وكل الاشياء دي. لسه كتير من الاختراعات هتظهر بحيث ان احنا ايه، يبقى عندنا كلين انرجي، طاقه ايه، كلين نظيفه. اوكي، الحاله 58 بصراحه هي حاله لروح ضعيفه كده، في روح، في كون التكوين. انا يهمني الحاله بصراحه 59، فانا هشوف انا الاجزاء منها دي. الشخص ده كان ليه بيقول عليها روحه، يعني النص روح، وما فيش حاجه اسمها نصف روح، الانسان اللي هو بيحبها يعني. لكن هو كان بيتدرب على تكوين الاشياء الطبيعيه زي الجبال والحاجات دي كلها، ولكن هي كانت بتعمل تصميم للاشياء الهندسيه، البيئه، بتحب تشوف اشجار جميله، بيئه كبيره، زهور، تصميم زهور جديده وهكذا. ولذلك هي افترقت عنه، بقى هو في مجموعه البناء الحاجات القويه دي، وهي في الحاجات الدقيقه الجميله دي. اوكي، نحن منتشرون. هيبتدي يسألوا مجموعتك القديمة، المجموعة العنقودية، وخرجت منين وجيت منين والمشاريع دي ايه، كل ده ما مش في صلب الموضوع. ولذلك انا بسيب المكان ده. طبيعة عملك البنائية هيبتدي، انت تعلم استخدام الطاقة في التركيب البنائي، احب نحت المادة لكي احولها الى تصاميم ذات مغزى، ذات مغزى وذات فائدة. يعني دكتور نيوتن أفهم ذلك حسنا، سوف أعود إلى ذلك لاحقا. أخبرني الآن، هل شارك باتاك ده أحد المرشدين في أنشطة مجموعتك في خلال زياراته لمجموعتك العنقودية القديمة؟ راجع تاني للمجموعة العنقودية. لا، كان مجرد مراقب، كان يشاهد كل واحد منا بعناية في خلال فترات البناء. في بعض الأحيان كان يطرح على أحدنا أسئلة محددة عن سياق العمل الذي نقوم به، وإن كنا نشعر بانجذاب نحو هذا العمل. طبعا هم الأرواح الجديدة دي اللي بتتطور كانوا عايشين على كوكب الأرض، راجعوا اتولدوا على كوكب الأرض، ممكن نوتي بتكلم معهم، وكانوا بيشاركوا في تكوين كوكب جديد علشان تظهر عليه الحياة. فلازم بقى يشتغل بالأول عشان الحبايب، من تبريد، من تكثيف، من المادة، الظروف الطبيعية، الغلاف الجوي، بيشتغلوا على الحاجات دي مليارات سنين، واخد بالك، ما هياش حاجة يعني بين يوم وليلة يعني. دكتور نيوتن أعطيني فكرة عن مشاعرك تجاه باتاك المرشد يعني في ذاك الوقت، وعن موقفه هو ذاك مريض أحببته على الفور. أظنه رأى أنني استمتعت حقا بعملي. ثم ماذا حدث بينك وبين باتاك؟ بعد فترة من الزمن، بعد 3 حيوات أخرى، دعي البعض منا للذهاب معه لفترات قصيرة إلى مجموعة جديدة كانت تتشكل حديثا. أتذكر أنني أردت أن ترافقنا هيناس لنكون معا. هيناس دي الحبوبة بتاعته يعني. هل هناس شخص ذو أهمية بالنسبة إليك؟ نعم، إنها شريكة روحي. وهل جاءت معك إلى مجموعتك الجديدة؟ كلا، هي لا تهتم كثيرا بهذا العمل البنائي المركز، لذلك انضمت إلى مجموعة جديدة أخرى كانت أيضا تتشاكل. ها، على ماذا اعترضت هناس في مجموعتك الجديدة؟ اسمح لي بأن أصوب كلامي.
أنا أستمتع بنحت الطاقة وتشكيلها مختبرا العلاقات بين المسطحات والأشكال الهندسية الصلبة ككتل بنائية من المادة. وماذا عن هناس؟ بكل فخر إنها تنجذب إلى تصميم الجوانب الجميلة من الأماكن والتركيبات البيئية المناسبة للحياة. إنها رائعة في تصميم المناظر، بينما أنا أكون مهتما ببناء سلسلة من الجبال المترابطة فيما بينها، تكون هي أكثر اهتماما بالنباتات وزراعة الأشجار على هذه الجبال. اسمع دي، وزراعة الايه؟ الأشجار. يجيبوها منين؟ بيعملوا تصميم. أنا أعتقد إن هما بيجيبوا البذور من كواكب موجودة اوريدي، تبقى أسهل يعني. بيشتغلوا على الجينات، بيغيروا الجينات، بيعملوا حاجات كتيرة، خبرات خبرات. دكتور نيوتن، اسمح لي بأن أستوضح أمرا، هل تذهب إلى عالم مادي وتشرع ببناء الجبال؟ بتروح لعالم مادي وتشرع ببناء، بينما يرافقك شخصا مثل هيناس يركز على أشكال الحياة مثل الأشجار. يعني ممكن يروح معاكم مجموعة تشتغل على الجانب المادي والجبال والحاجات دي، وواحد تاني مجموعة أخرى بتشرف على الحياة زي الأشجار. المريض لا، نحن نعمل مع العالم المادي الذي يجري تشكيله، ونحرك القوى الجيولوجية التي ستبني الجبال. اسمع دي، نحرك القوى الجيولوجية، الزلازل، البراكين، حاجات بتتحرك. بالك في هنا كمية حرارة ضخمة جدا جدا في بطن الأرض، لازم ايه نتنفس عنها. طب يلا بينا ايه نخرج بركان، من هذا البركان تبتدي تظهر جزر وهكذا. ليس من الضروري أن يكون لمشاريع البنائية حياة، مش لازم يكون لها فيها حياة. في الأول الأرض ما تشكلتش في الأول بوجود حياة غير مجهزة لزراعة الأشجار، غير مجهزة، غير مهيئة. دي الكلام ده يمكن من 3 بليون سنة، 3 مليار سنة، والأرض بدون حياة. فهي آسف يركز على أشكال المريض. لا، نحن نعمل في العالم المادي الذي يجري تشكيله ونحرك القوى الجيولوجية التي ستبني الجبال. ليس من الضروري أن يكون لمشاريع البنائية حياة. وكذلك إناث فهي لا تخلق غابات الأشجار الكبيرة في عوالم مأهولة للحياة، مش لازم عوالم مأهولة. جماعتها هي التي تصمم الخلايا، هي التي تصمم الخلايا التي قد تنمو وتصبح في نهاية الأمر الأشجار التي يريدونها. أوكي، هنا زي تصميم خلايا من الصفر. وأيضا شوف بداية بيقول لك ازاي بدأت اول خلية حية، في مصممين. لكن المشكلة الروح اللي هي هتنمي الشجر، الروح اللي هتنمي الزهور بتأتي ايضا من عالم الروح. يعني مثلا بتعمل الخلايا عشان تبقى خلايا حية لازم ايه الروح. لما يجي مثلا ايه البويضة والحيوان المنوي يلتقي محتاجين روح بتعمل انكارنيشن وهكذا. فكل ده مواد موجودة بيبتدي يتعاملوا معاها كطاقة وبيصمموا الخلايا التي قد تنمو وتصبح في نهاية الأمر الأشجار التي يريدونها. تصميم الأول وبعدين التنفيذ. طبعا ده بعلم، ما هواش جلا يلا بينا. ولتكن شجرة فكانت شجرة، ولتكن تفاح فكانت تفاح. كل ده تصميم وتنفيذ. وزي ما أنا بقول الحاجات موجودة على الأرض، إحنا ممكن ننقلها لأماكن أخرى. هل هذا يعني إن مجموعتك منفصلة عن مجموعة هناس؟ المريض بتناهى عميق، لا، إنها تعمل في مكان قريب. ما هو شعورك عندما تكون في مجموعة
مشكلة حديثا. المريض: أظن أنني لن أنفصل يوما بالكامل عن مجموعات قديمة، نحن نكمل بعضنا بعضا في نواحي كثيرة، لقد تساعدنا منذ آلاف السنين، تساعدنا، لقد ساعد بعضنا بعضا منذ آلاف السنين في حيواتنا كلها. الآن الاندماج مع الأشخاص الجدد، الاندماج لا يعني الالتحاق، بيندمج معهم في الشغل يعني. نشعر جميعا بالطريقة ذاتها تجاه مجموعاتنا القديمة، نأتي كلنا من خلفيات وخبرات مختلفة، ونحتاج إلى بعض الوقت لكي نتأقلم مع الوضع الجديد. هل يمكن أن تصل إلى درجة تعتبر فيها أن هناك منافسة، أن هناك منافسة بين أعضاء المجموعة الروحية؟ يبتسم: مفيش حاجة اسمها منافسة، لما الروح ترتقي مفيش حكاية المنافسة دي، في تعاون، في إنكار الذات. يبتسم: كلا، ليس إلا إلى هذه الدرجة، نملك جميعا الدوافع نفسها لنتساعد، ليساعد بعضنا بعضا في تحقيق مساهمة. الإغاظة والمزاح اللذان عاهدنا في مجموعاتنا الأصلية غابة. حكاية الضحك واللعب والهزار والحاجات دي في المجموعات اللي لسه الروح ما اتطورتش، فبتلاقي الموضوع انتهى دلوقتي وقت الجد يعني. الجميع في غاية الجدية هنا، لكل منا موهبته الخاصة وأفكاره وطرقه المتميزة للقيام بهذه الأمور. يمكننا أن نرى أن باتاك يعمل حاليا على توحيدنا، ونحن نتعلم أن نهتم ماليا كل منا بقدرات الآخر، أن نهتم ماليا كل منا بقدرات الآخر. إنه لشرف لي أن أكون هنا، ولكن لا يزال لدينا نقاط ضعف. دكتور نيوتن، ما هي نقاط ضعفك؟ أخشى من اختبار قدراتي. خايف يبتدي شك. تخيل أنت لما بتبتدي تحدث زلزال، طب وإيه المشكلة اللي هتحصل بعديها، وهل هتقدر تسيطر عليه؟ أحب العمل في الظروف المريحة، حيث أعلم أنني قادر على تصميم شيء كامل. أحد أصدقائي الجدد هو عكسي تماما، ينتج مواد كوكبية جديدة ثم يأتي بشيء أحمق مثل تخريب الغلاف الجوي، حيث تصبح أي حياة عاجزة عن التنفس. يعقد الأمور ويتشابك حين يتنطح لمشاريع تفوق، يطمح يمكن لمشاريع تفوق قدراته. هل أنت سبت روح تلعب كده عنده القدرة وكل شيء، ويبتدي يعمل شيء غبي؟ فمش يضيع الحياة، يضيع ظروف الحياة، يضيع التعب اللي الآخرين عملوه يعني. وأنا متأكد من خلال خلفيات الدراسية، لا يترك روح في هذه الدرجة من الخبرة تعمل بحريتها. لازم في مشرفين، زي ما تكون انت بتعلم واحد السواق، لازم تقعد جنبه، لازم يكون عندك فرامل، يكون عندك حاجة، لاني قبل ما يبتدي يعمل حادثة انت بتمسك السيارة من ايديه او ايديها، هي دي الفكرة. فمش هسيب روح تيجي وتأثر على الغلاف الجوي وفي اي مكان ما. ولذلك هما بيكون التدريب والحاجات دي على كواكب غير مأهولة في مراحل التكوين. يعقد الأمور الشبك وهكذا. دكتور نيوتن، هل يمكن أن توضح لي كيف تبدأ أنت شخصيا بمشروع تصميم هيكلي في الصف، في الصف الدراسي، من خلال وضع تصور أولي، لما أريد أقول به بعناية في فكري للحصول على خطة واضحة. نتعلم من مجموعات جديدة كيفية استخدام نوعية مناسبة من الطاقة في التركيبة الصحيحة على نطاق واسع. عملت مع أرود أحد المرشدين أيضا على الأجزاء فيما يريد باتاك أن يكون كل شيء كوحدة متكاملة مترابطة. على فكرة، علشان الساعة، أنا الحالة رقم 59 اللي أنا عايزها هنعمل لها حلقة أخرى، أوكي؟ ممكن يكون ورا بعض كده.
دكتور نيوتن، إذن العلاقة المتبادلة بين عناصر الطاقة مهمة لتحقيق الشكل والتوازن في آن واحد لعملك المريض بالتأكيد. أنا مش عارف ليه دايما يقول المريض المريض المريض، يعني نقول الكلاينت أحسن، العميل اللي بالتأكيد نبدأ الطاقة النورانية العملية، ولكن يجب أن يوجد انسجام في التصميم، وينبغي أن تكون له طريقة استخدام عملية وينفجر ضاحكا. لماذا تضحك؟ كنت أفكر في مشروع بناء مع إيناس، كان ذلك في خلال وقت فراغنا، كنت أنا وإيناس نمزح ونتباهى بأهميتنا الشخصية. تحدثني لبناء نسخة صغيرة من الكنيسة الأنيقة حيث تزوجنا في إحدى حيواتنا. كنت أعمل نحات حجارة في تلك الحياة في القرون الوسطى في فرنسا. هل قابلت التحدي؟ يستمر في الضحك، أجل بشرط أن تساعدني هي. هل كان هذا عادلا؟ أعني بما إنها ليست متخصصة في البناء. المريض: كلا، هي ليست كذلك، ولكنها وافقت على أن تحاول إنتاج زجاج النوافذ الملون والتماثيل التي كانت تحبها. هي أرادت الجمال وأنا أردت الأشياء العملية. يا لها من فوضى، لقد بدأت باستخدام شعاع الطاقة المسطح للجدران، وكنت أقوم بعمل جيد إلى حد ما مع الممرات المقوسة المتصلة، ولكن الكارثة كانت عندما وصلت إلى الأقبية القبة. يعني عند ذلك استدعيت باتاك فرمم هو كل شيء. دكتور نيوتن، كثيرا ما أطرح هذا السؤال، لكن ذلك كله ليس سوى وهم بصري. ضاحكا: هل أنت متأكد من ذلك أن ده وهم بصري، مجرد خداع بصري، تخيل يعني لإنتاج كنيسة من الكنائس دي بدون ما تكون موجودة، بتكون وهم يعني في الخيال؟ فبيقول له: هل أنت متأكد من ذلك؟ سيبقى هذا المبنى قائما ما دمنا نتمنى ذلك. دكتور نيوتن: وبعدها سيختفي. إلى أين وصلت الآن في أبحاثك الكوكبية؟ اللي أنا فهمته من الموضوع ده إن هو بيقول له يعني إحنا كنا بنتمنى نعمل كنيسة الشبه اللي إحنا تزوجنا فيها في أحد الحيوان، فصمموا شيء في عالم الروح يشبه كل شيء طالما هم يتمنوا هو موجود، لأن عالم الروح فيه مباني لكنها ليست من المواد اللي إحنا بنشتغل فيها على الأرض، دي مواد أثيرية. إلى أين وصلت الآن في أبحاثك الكوكبية؟ بيتكلم علماء، ما بيتكلمش ناس سحرة، دول أبحاث. أنا أعني بخلق جسيمات الطاقة اللازمة لأشكال الصخور على نطاق كوكبي كامل. دكتور، طبعا لما يجي هو بيشتغل على الطاقة لتشكيل صخور، المواد موجودة لكن هو بيعرف يتعامل معاها، زي ما انت بتاخد المواد الكيميائية حاليا وتخلطها وتعمل. احنا بناخد مثلا الرمل والزلط والاسمنت، احنا بنصنع الاسمنت لكن الرمل والزلط موجود، انت بتاخد دول وتعمل خرسانة ومن غير تعمل. تخيل بقى لما يكون قدراتك 20,000 مرة القدرة دي. انظر الى قدماء المصريين، انظر إلى سور الصين العظيم وهكذا. وهل تصب كل انتباهك على هذا حاليا؟ كلا، لابد لي من أن أستمر في اختبار الكثير من النماذج الأصغر من التضاريس وحيدا لمعرفة كيفية دمج عناصر المادة جميعا. شوف، لمعرفة كيفية دمج عناصر المادة. يحصل الكثير من الأخطاء ولكني أستمتع بهذا التدريب، إنه في غاية البطء. بتدرب لسه،
لكن دايما بيبقى عنده مشرفين يصححوا له لا التركيبه دي غلط، طب اعمل التركيبه اللي انت بتتصورها وشوف ايه اللي هيحصل، لا بس ما حصلش كذا، طب ايه المناسب، ويبتدي يعمل التعديل. كل ده في كوكب ما فيهوش حياه اساسا، يعني لسه في مرحله التكوين، وزي ما بيقول الوقت طويل 3 مليار سنه. من يعطي الارواح القدره على فعل ما تفعله بالماده؟ يقول مارداي انهم يملكون القدرات غير المطوره التي يرعاها المعلمون بصفتهم المصدر المباشر. ازاي بيجيبوا القدرات دي؟ من معلمين بيدولهم القدره دي. وصلت انت المرحله دي، بيدي لك بعض من الطاقه القوه، بيعلمك ازاي تتعلم من الطاقه، ازاي ان انت تولف بين المواد، ازاي تخلط المواد ببعض، وهكذا يعني. ما هي وهؤلاء المعلمين بياتوا بمعلمين اعلى منهم وهكذا. زي كوكب الارض، انت عشان تدرس هندسه جيولوجيا لازم تدخل جامعه متخصصه وتدرس مع علماء، بعد شويه انت نفسك تبقى واحد من العلماء دول. بينما هذا العالم اللي كان بيدرسك ربما يعمل دكتوراه ويبقى اعلى منك دائما يعني، وهكذا. ممكن انت تدرس اكتر منه وتبقى اعلى منه، يحدث ولا ما يحدث في عالم الروح نفس الشيء. من يعطي الارواح القدره على فعل ما تفعله بالماده؟ يقول مارداي انهم يملكون القدرات غير المطوره التي يرعاها المعلمون بصفاتهم المصدر المباشر. لكن هذا المصدر المباشر له مصدر مباشر، له مصدر مباشر، حتى ياتي الى خالق هذا الكون. يعتقد مارداي ان اولئك الساده يتلقون القوه من مصادر اعلى. بجد انا يعني قريت ده بس نسيته، بس اللي انا بقوله اهو، اولئك الساده يتلقون القوه من مصادر اعلى وهكذا الى ان تصل الى الخالق. ومع ذلك تظهر الارواح العاديه جوانب اصغر لهذه القوه العظمى. لقد قضيت سنوات اناقش نفسي في الخلق بينما احاول دمج اجزاء من المعلومات المستقاه من الارواح المصممه حول الاكوان. واخيرا توصلت الى استنتاج، اللي بيتكلم الدكتور مايكل نيوتن عالم وليس رجل دين، واخيرا بيتكلم بقى عن ايه؟ الماده. لقد قضيت سنوات اناقش نفسي في الخلق بينما احاول دمج اجزاء من المعلومات المستقاه من الارواح المصممه حول الاكوان. واخيرا توصلت الى استنتاج مفاده ان موجات الطاقه الذكيه، تخلق الجسيمات الذريه للماده، وان معدل تردد ذبذبات هذه الموجات هو ما يخلق تفاعل الماده بالاسلوب المطلوب. تنتاب العلماء الفلكيين الحيره والدهشه من حقيقة وجود بعض أشكال الطاقة غير المعروفة التي تسهم في الكثافة الإجمالية للكون، وتعمل عكس الجاذبية لتوسيع الفضاء الواسع والفارغ. ذكرت سابقا أنه يبدو أن الصدى الموسيقي لموجات الطاقة الذكية يؤدي دورا في علم الكونيات، ويشرح الكثيرون من المرضى في حالاتي أن التناغمات مترابطة مع القيم الإيقاعية للنغمات الطاقة التي تتمتع بالنسبة والتناسب، بالنسب والتناسب. أما مرضايا الذين يعتبرون من الأرواح الهيكلية البناءة فيقولون إن هذه التصاميم تتعلق بتكوين الأشكال الهندسية التي تطوف على شكل أنماط مرنة والتي تدعم كتل البناء في كون حي. تتمثل هندسة الفضاء
في اقتباس المريض في الحالة 44 في صفحة 135 من هذا الكتاب. يملك أسياد التصميم تأثيرا هائلا على الخلق، على إيجاد الأشياء، على التصميم الأشياء. يملك أسياد التصميم تأثيرا هائلا على الخلق. لقد قيل لي إنهم قادرون على وصل الأكوان التي يبدو إنه لا بداية له ولا نهاية، محققين أهدافهم بين سيقات بيئية لا تعد ولا تحصى. إذا اتبعنا منهج التحليل المنطقي حتى النهاية فسيفضي بنا إلى ما يعني أن هؤلاء السادة أو السادة الكبار قادرون على خلق الغيوم الغازية المغزولة من المادة المجرية التي بدأت عملية خلق الكواكب والنجوم وبالتالي الحياة في عالمنا. أنا على يقين بوجود فكر ذكي وراء تكون جميع الكائنات حية كانت أو جمادا. تأتي هذه الملاحظة من الأرواح التي تستخدم طاقتها النورانية من أجل تخيل وتصميم، ومن ثم معالجة الجزيئات وبنية خلية المادة الحية التي تمتلك الخصائص المادية المبتغاة في شكلها النهائي. لقد علمت من حالتي السابقة أن الروح المصممة الفنية للناس شكلت أشجارا ناضجة في عالم الروح لمعرفة ما إذا كان المنتج النهائي مناسبا. دايما التصميم بيتم في عالم الروح وبعدين ينزل على الكوكب المناسب له، ثم عملت بطريقة عكسية وصولا إلى البذور وأخيرا إلى خلايا الشجرة. هذه واحدة من عمليات خلق المادة من أجل الاستخدام العملي. وأشرت أيضا إلى هذا النوع من التدريب على الطاقة في الحالة 35 من خلق الفئران وتعديلها. وهنا بقى نصل إلى الحالة التالية. أنا هنقف هنا، إن الحالة التالية بقى هتورينا أكتر، لأن أنا كنت فاكر أعملها في حلقة لكن لقيت الحالة دي حالة مهمة جدا جدا فقريتها لازم نسيب وقت مناسب للحلقة الجاية دي اللي هي الحالة رقم 59. الحالة دي بقى حالة أقوى، يعني هتوري لك كل شيء. أوكي، في النهاية كده اللي احنا عايزين نقوله، الكون متكون من مجرات ضخمة جدا جدا. الكون ده متكون من مجرات ضخمة جدا جدا. يكفي ان احنا نتعرف على المجرة اللي احنا فيها اللي هي اسمها الميلكي واي او درب التبانة. اوكي، والميلكي واي دي عشان تقطعها من طرف لطرف محتاج 100,000 سنة بسرعة الضوء اللي هو 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة، يعني ممكن يلف حوالين الأرض دي 7 مرات ويفضل لسه 20,000 كيلو متر. حاجة رهيبة جدا جدا. تخيل سنة من السنة بتاعتنا 365 صاروخ ماشي بسرعة الضوء، دي فلكية. تخيل 100,000 سنة احنا بنقع من طرف المجرة على بعد 30,000 سنة ضوئية، عن السنتر 20,000 سنة ضوئية. واخد بالك؟ ده موقع كوكب الأرض. احنا بيقدر عدد النجوم أو عدد الشموس في المجرة بتاعتنا من 200 بليون إلى 400 بليون شمس. من 200 مليار ل 400 مليار شمس. هناك مجرات اللي هي بيقولوا عليها السوبر، المجرات السوبر اللي هي الكبيره دي
بيصل إلى 3 تريليون شمس. 3 تريليون شمس، واخد بالك؟ أرجو إن إيه؟ إن تكون المحاضرة دي أفادتكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. سلام سلام.